أفضل حضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه مستكمل معاكم الاستوديو التحليلي الخاص لمباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا. ونروح دلوقتي للحالات التحكيمية مع الكابتن أحمد الشناوي. مساء الخير على حضرتك يا كابتن شناوي. أهلا بيك يا فرح وأهلا بالكباتن. النهاردة مباراة الداخلية وسيراميكا كان الحكم فيها محمد الغازي مع محمد عبد المجيد ومحمد عطا، الحكم الرابع أحمد نصر. كان على تقنية الفار الحكم البورسعيدي محمد الشناوي ومعاه مصطفى عطية. هنشوف أول حالة، يعني الحكم قريب جدا زي ما انتم شايفين، يعني خطأ صعب يعني ما احتسبش وكان يستحق الإنذار على الأقل، يعني فيها إنذار. بص بقى الرجل التاني رايحة فين؟ بالشكل ده كده، بالشكل ده، يعني ده بقول إنذار على الأقل. ويعني أنا شايف برضو إنها ممكن ترتقي لطرد، لأن ده هنا أصبحت يعني فيها سلوك أكتر منها اللعب العنيف، ان الكره معاه وده تصرف من اللاعب تجاه رجل اللاعب الثاني. فهنا طبعا بالشكل ده لعبه صعبه جدا جدا، انا شايف ان هي كان لازم يعني الفار يناديله وكان ياخد ضده اجراء، حتى لو شايف ان يدي فيها انذار، انما لعبه زي دي صعبه قوي ان يكون يعني ما ياخدش عليها عقوبه اللاعب ارتكب المخالفه دي. الكرة مش متعمدة، هو مش يعني مش فيش حاجة مش متعمدة. لا الكرة معايا بس، هو الكرة أي أيا كان ده مفيش حاجة اسمها متعمدة. بيحط رجليه على الأرض يا كابتن. لا يا كابتن بص رجليه رايحة فين؟ خلاص هو مش شايف، مش شايف خلاص ما يلعبش، مش شايف ما يلعبش. لا مش شايف. نيجي بعد كده يعني حاجة إيجابية عملها برضو الحكم، يعني زي ما قلنا حاجة فيه سلبية، نيجي بقى في الإيجابية اللي جاية دي، هتلاقي في ارتداد هيحصل والمساعد هنا هي يعني راية متسرعة. بصوا بص هو شاف الراية الحكم لكن استنى عمل، يعني لما انا كحكم ده الجديد، طالما انا شايف ان في راية متسرعة انا كحكم لا زي ما بنقول نعمل ديلي سيجنال من المساعد، الراية متأخرة مطلوب برضو ديلي ويسل اللي هي صفارة متأخرة حتى برضو يبقى في نتيجة صح، حتى لو كان التسلل هنرجع نحتسب التسلل أو إن كانت هدف يحتسب الهدف، فبالتالي تصرف جيد من حكم المباراة. هنيجي للعبة اللي جاية، هنشوف فيها ركلة جزاء ولا لأ. طبعًا يعني ألعاب صعبة أوي إنك تقول عليها ركلة جزاء، وهي حتى المخالفة لو رجعنا هتحس إنها من بره منطقة الجزاء مش من داخل منطقة الجزاء. أهي بص اللعيب من هنا، بص من هنا بيحس رجله، يقول لك هو بره منطقة الجزاء مش داخل منطقة الجزاء. أه اللاعب رجليه الاتنين بره منطقة الجزاء، لاعب سيراميكا، وبالتالي الخطأ مش موجود واستمرار اللعب قرار صحيح. بعد كده المساعد بقى هنا اتعلم من الشوط الاول، بقى هنا بقى الديلي سيجنال عملها اهو، استنى ورفع، هو ده الكلام المظبوط، وده دي ايجابيه برضو من الحكم المساعد. هنيجي اللعبه اللي جايه، هنشوف النهارده هنا في اللعبه بقى اللي جايه دي، هل دي ممكن تبقى انذار ولا طرد؟ هتبص تلاقي ان هنا الانذار نقول له ادى انذار والحكم الفار اكد له عليه. ليه؟ لان رجله كانت في الهواء ورجله حط سب الكعب رجله وبيعمل رجله وش رجله. فالقوه المطلوبه او الزائده في الالتحام مش موجوده، والقوه جايه من اللعيب اللي بيشوط الكوره وحطها في رجله. بص بص ما لمسهوش، يعني يا دوبك زي ما تقول تاتش بسيط، مفيش غير اللي احنا شفناها بتاعه سيراميكا. بص تاتش بسيط هنا، الانذار مستحق وقرار صحيح. هنيجي اخر لعبه اللي هي مطالبه نادي الداخليه بركله جزاء. شوف اللعبه، انا عايز اقول ان اللاعب هنا بيخلق التحام ويسقط، هتشوفه بص رايح اللي نرجع، بس نرجع بعد اذنك، بس نرجع في اللقطه، نفس اللقطه دي نرجعها، بس بص بقى بس هنا نمشي كده. مين اللي بيخبط من ورا لقدام؟ مين اللي مسابق؟ الازرق اللي محمد وادي اللاعب الاحمر، بص بيخبط، هو اللي بيخبط فيهم. اذا هو بيختلق بيعمل انيشيتنج، بيخلق تلاحم زي ما بيقولوا يعني، وبالتالي هنا ما فيش اي خطا، استمرار اللعب قرار صحيح. وبرضو تقنيه الفار اكدت الحكم ان ال مفيش ركله جزاء. انا عايز اقول دي اهم الحالات التحكيميه اللي كانت موجوده النهارده في مباراه الداخليه وسيراميكا. شايف الحكام يعني ادوا بشكل كويس،
ونتمنى دائما يكون التحكيم في المباراه اللي جايه يعني على شكل افضل بكتير من كل مباراه. الصعوبه جايه يعني الماتشات اللي جايه تبقى اصعب، فبتمنى ان يفضلوا ماسكين على كده الحكام وملتزمين بالاداء الجيد ده عشان تنجح المسابقه ان شاء الله بالتحكيم المصري. واحنا كمان بنشكر حضرتك كابتن شناوي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، ونشكر كابتننا طبعا المنورين النهارده، شكرا جزيلا كابتن تامر صقر، شكرا لحضرتك. كابتن يماني شكرا جزيلا لوجودك معانا نورتنا، واخيرا كابتن عبد الستار صبري شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. شكرا يا فرح، متشكر يا كل سنه.